وينضم إلينا للتعليق من القدس المحتلة أيضا محمد هلسة الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد محمد، لنبدأ أولا عن حادث الدهس الذي حدث اليوم ودلالة هذا الحدث من حيث التوقيت والمكان الذي وقع فيه وهوية من نفذه. نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. ربما أثير جدل حول خلفية هذا الحادث، لكن هذا بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي المجند المعسكر المستنفر الذي يعيش ما يقول عنه نتنياهو أنها حربا وجودية لا يحدث فرقا كبيرا، طالما أن الذي يقود الشاحنة هو فلسطيني، يكه فلسطيني، والنظرة الإسرائيلية للفلسطيني دائما هي تنطلق من منظور أمني، تدين الفلسطيني وتعتبره خطرا يهدد حياة الإسرائيلي أينما حل وأينما ارتحل وأينما، وبغض النظر عن صفته، هل هو من الداخل الفلسطيني المحتل، هل هو من مدينة القدس أم من الضفة الغربية. وبالتزامن أيضا حدثت عملية أخرى في منطقة يعني تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وبالقرب من بلدة حزمة في ضواحي القدس الشرقية. هذا الذي يجري إسرائيل تحاول استثماره، مع أنه يحدث حالة من الفزع في الداخل الإسرائيلي، مع أنه يضرب في شعور المستوطن على المستوى الشخصي بفقدان الأمن الشخصي، وعلى المستوى المجتمعي شعور المجتمع بأنه أيضا يفقد أمنه العام، وبأن المناطق التي ظلت بعيدة بشكل أو بآخر عن مديات النار على امتداد هذه الحرب اليوم تصلها نيران هذه العمليات إن كانت خلفيتها قومية. وبالتالي هذا يعري سردية نتنياهو وسردية يمين، والذي أتى على يعني ظهر شعار الأمن بأنه آت كحكومة لاستجلاب الأمن للمواطن الإسرائيلي، واليوم يعني واضح جدا بأن المستوطن الإسرائيلي بات يخشى على حياته، وحتى مع كل ما فعله بن غفير من تسليح المجتمع من رأسه إلى أخمص قدميه، ما زال يعني هذا المجتمع يشعر بأن هذا الحيز ليس حيزا آمنا، والملاذ الآمن الذي حاولت إسرائيل أو حكوماتها المختلفة أن تزرعه في الوعي الإسرائيلي حول فلسطين بات اليوم يعني كشعار يتصدع نتاج هذه الحرب التي تجري في جبهاتها المختلفة. وهذه العمليات أيضا تحدث أثرا وضررا كبيرا في هذا الشعار في الداخل الإسرائيلي. مرة أخرى أذهب إلى قضية الاستثمار، وربما الدعوات التي أطلقها بن غفير هي تشي بحالة الانفلات الإسرائيلي تجاه الانقضاض على الداخل الفلسطيني، على الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل، مزيد من قضم الحقوق الفلسطينية، تقييد حرية الفلسطينيين، إبعاد يعني أهالي المنفذي العمليات، ملاحقة المجتمع الفلسطيني ككل. وهذا يأتي مرة أخرى في إطار رغبة المجتمع الإسرائيلي في التعاطي الأمني مع كل ما له علاقة بالفلسطين والوجود الفلسطيني، ومحاولة استثمار مثل هذه العمليات لمصلحة الانقضاض أكثر. هذه العمليات تأتي لتزيد من يعني الأثمان التي تتحملها وتتكبدها الجبهة الداخلية الإسرائيلية مع حالة الاستنزاف التي تعيشها بسبب الصواريخ والمسيرات وبسبب القتلى من الجنود والمستوطنين في الجبهة البرية وفي قطاع غزة. هذه كلها تحدث تصدعات في رواية نتنياهو أن حربه التي يقودها هي حرب لاستجلاب الأمن المواطن الإسرائيلي، يفقد المواطن الإسرائيلي والمستوطن الإسرائيلي شعوره بالأمن، وبالتالي ربما هي تدفع إلى تصدع الرواية الإسرائيلية رويدا رويدا، لكننا لا نرى أثرها على سردية نتنياهو ويمينه التي يبدو بأنه يستثمرها لمزيد من الوقود الانقضاض على كل ما له علاقة بفلسطين وقضيتها. يعني كيف يمكن يعني أو توقعك لما يمكن أن يكون عليه الموقف بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو ومحاولة الاستفادة من مثل هذا الحدث، خاصة مع دعوات بن غفير إلى طرد عائلات منفذي مثل هذه العمليات من الأراضي؟ أولا، سبق لإسرائيل أن استثمرت عمليات كهذه فيما مضى في مناطق الضفة الغربية وفي مدينة القدس وفي الداخل الفلسطيني المحتل، استثمرتها لمصلحة أن تكسر الحواجز والقيود والخطوط الحمراء التي ظلت تحكم علاقتها مع القضية الفلسطينية وبكل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية، مزيد من القيود الأمنية، مزيد من التشريعات التي تطال صميم حياة الفلسطينيين، مزيد من الانقضاض على حق الفلسطيني في الحركة وحق الفلسطيني في الوصول إلى أماكن العبادة. وربما هذا أيضا يذكرني ببعض التشريعات التي يحاول أن يسنها بعض أعضاء الليكود في محاولة يعني زيادة التضييق على المعايير المتبعة بالسماح لأعضاء كنيسة عرب بالوصول إلى الكنيسة في محاولة لإقصاء الصوت العربي من داخل الكنيسة. هنالك تشريع يجري سنه، وربما يستفيد من مثل هذه العمليات ليسرع من وتيرة هذه
الإجراءات في الداخل المنظومة القانونية الإسرائيلية بحيث يدفع إلى مزيد من التشريعات التي تطال أعضاء الكنيسة العرب بما يسمح بإقصائهم بشكل كامل، وبين غير لطالما وصمهم بأنهم إرهابيون من على منصة الكنيسة. لكن أيضا نتنياهو في الإطار الأوسع هو اليوم بعد هذه العملية قال بأن إسرائيل تعيش حربا وجودية وهي تدفع أثمانا كبيرة فيها، وبالتالي هو يحاول أن يطمئن المجتمع الإسرائيلي أن أثمانا كهذه هي أثمان مستحقة، وعملية دهس هي فاتورة طبيعية على المجتمع الإسرائيلي أن يتحملها، وعملية طعن هي فاتورة طبيعية على المجتمع الإسرائيلي أن يتحملها، وعملية إطلاق نار كذلك. هذه حرب وجودية، هذه مقاربة صفرية يقدمها نتنياهو في محاولة لاستمرار إسكات المجتمع الإسرائيلي وإبقائه مفزعا منقادا حول الحكومة الإسرائيلية وأجندتها، بحيث لا يرفع عقيرته بالاحتجاج الذي يجري اليوم، يضرب في مرة أخرى سردية الأمن. لكن يعني نتنياهو لا يسلم وحكومته لا يسلمان، وهم يذهبان إلى مزيد من إشعال النار ومزيد من الاستثمار الذي يجري لمصلحة استمرار يعني انفلات اليمين القومي الصهيوني الذي يرى بأن الفلسطيني الذي لا يخضعه القوة تخضعه مزيد من القوة. وهذا هو شعار الجدار الحديدي، شعار جابوتينسكي، وهم ورثة جابوتينسكي صاحب الجدار الحديدي الذي يريد إخضاع العرب فقط من فوهة البندقية ومن فوهة الدبابة الإسرائيلية، وهذا ما يفعلون. محاولات نتنياهو لتهيئة الجبهة الداخلية لتحمل المزيد من الخسائر كما تفضلتم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تنطلي بعد هذه المدة الطويلة ومع التوقعات باستمرار هذه المدة أيضا، والمعروف أن الجيش الإسرائيلي أو الجبهة الداخلية الإسرائيلية ربما لا تقوى على حروب الاستنزاف الطويلة؟ ربما اليوم يعني بات من الضروري أن نغير جزء من هذه القناعات. إسرائيل حدثت فيها تحولات بنيوية داخلية كبيرة جدا. المجتمع الذي كنا نقول سابقا بأنه لا يستطيع أن يتحمل حرب استنزاف طويلة يبدو اليوم بأنه فعلا قادر على تحمل هذه الأثمان الكبيرة وقادر على ابتلاعها. وهنالك جملة عوامل يلعب عليها نتنياهو وحكومته لاستمرار جني هذا التجنيد الداخلي في الداخل الإسرائيلي لمصلحة هذه الحرب. أولها كما قلنا قبل قليل هو يقدم مقاربة صفرية تقول بأن إسرائيل تخوض حربا وجودية إما نحن أو هم، وبالتالي هذه الأثمان والفاتورة التي يدفعها المجتمع الإسرائيلي الآن هي فاتورة مستحقة ومقبولة وبالإمكان تحملها، ومن الأفضل أن نخوض هذه الحرب وفق رؤية نتنياهو على أن نخوضها الآن على أن نخوضها بعد سنة أو سنتين من الآن وقد تسلح الطرف العربي الذي نقاتله المقاومة سواء في قطاع غزة أو في الشمال مع حزب الله بأسلحة ربما تضطر إسرائيل إلى أن تخوض فيها حربا متماثلة تكلفها أثمان أكبر. ثم هنالك عناصر أيضا مرتبطة ليس فقط بالداخل الإسرائيلي وفزاعة التهديد والعقدة التهديد الوجودي، هنالك عوامل مرتبطة بالمجتمع الدولي، المنابر الدولية التي قرعها نتنياهو ولم يعد يعني يرى فيها سبيل لمنعه وردعه من استمرار الانفلات، انفلات القوة المجنونة العمياء، وقرع أيضا الأصوات الدولية والاحتجاجات التي تجري ووصم المتحدة بأنها منبر للإرهاب. هنالك أيضا فائض صمت عربي يسمح لنتنياهو بأن يمضي لا احتجاج ولا يعني استخدام لقوة الإقليم وموارده لمحاولة الضغط على الغرب على الولايات المتحدة لتغير من مقاربتها. هنالك أيضا فائض دعم من الولايات المتحدة، وربما سردية الولايات المتحدة التي تقدمها هي التي تسمح غالبا لنتنياهو بأن يتملص من استحقاقات الاحتجاجات الداخلية. لاحظ بعد ارتقاء السنوار فقد نتنياهو الذريعة التي تقول بأن السنوار كان يعطل، قدمت الولايات المتحدة مقاربة بعد أن سارعت إلى الحضور إلى المنطقة للإيحاء للداخل الإسرائيلي بأن هنالك مسار سياسي ربما يفضي إلى فكفكة حالة الاستعصاء. هذا يمنع الداخل الإسرائيلي من أن يدفع أكثر يكثر يضغط أكثر على أمل أن يحقق مثل هذا المسار اختراق ما يبقى المجتمع الإسرائيلي متعلق بها بقشة إمكان الذهاب إلى مسار سياسي يفضي إلى تحولات. هذه كلها عوامل بالتأكيد تساهم في أن يستمر نتنياهو في هذا الانفلات، يستمر في تقريع المجتمع الإسرائيلي. والمجتمع هو مجتمع مرة أخرى مفزع مخوف قلق مضطرب، يعيش عقدة التهديد الوجودي، يعيش يعني حربا يقول عنها نتنياهو كل لحظة بأنها حرب بصيرية وجودية وبأن هذه الأثمان التي يدفعها المجتمع عليه أن يتحملها وعن أن يتقبلها وأن يستمر بعض أصابعه حتى يأتي له نتنياهو بالنصر المطلق. في الوقت الذي تجاهل فيه نتنياهو الحديث عن المفاوضات الجارية في الدوحة، بالتوازي جاءت كلمة يوآف جالانت وزير الجيش الذي قال إن العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب، والمعروف أن يعني بين نتنياهو وجالانت ربما عدم توافق منذ فترة طويلة. دلالات ذلك ومدى أهمية المفاوضات الجارية في الدوحة حاليا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟
أولا قلت قبل قليل بأن نتنياهو يضطر مكرها إلى أن يذهب إلى المسار السياسي نتاج بعض التحولات التي تحرجه، وهو الذي نسج بأن السنوار هو الذي يقف عقبة أمام تحقيق اختراق في المفاوضات. أما وقد غاب السنوار عن المشهد، نتنياهو مضطر إلى أن يذهب إلى مسار إعمائي إلهائي أمام الداخل الإسرائيلي يحاول أن يشغله فيه بعض الوقت يمنحه مزيد من الوقت، والولايات المتحدة تساهم في أن يصنع نتنياهو هذا المشهد المسرحي أمام الداخل الإسرائيلي يستمر في إلهائه. لكن أيضا هنالك أصوات في داخل المؤسسة العسكرية ليس فقط ما قاله جالانت، ربما ما قاله هليفي قبل أيام قلائل يطرح دلالات جديدة حول تحولات في مسار تحديدا الحرب التي تجري في الشمال، حينما قال بأن إسرائيل بإمكانها أن تنهي الحرب الآن في شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله بسبب ما جنته من مكاسب نتاج استهداف القيادات السياسية والعسكرية من الصف الأول اللي في حزب الله. ربما هذا يذكرنا أخي الكريم بما كان يجري أيضا في سياق الصراع ما بين المؤسستين العسكرية والسياسية في الحرب التي جرت في القطاع وما زالت في القطاع، حينما حاولت المؤسسة العسكرية أن تحد من انفلات نتنياهو وأن يبقى في مسار مفتوح، في حرب مفتوحة لا طائل منها، والجيش يتحمل الأثمان الكبيرة منها. اليوم أيضا تجري حرب استنزاف كبيرة جدا في الجبهة الشمالية وتحديدا في يعني البرية منها، تكلف الجيش أثمانا كبيرة، ولا يبدو بأن نتنياهو يريد أن يتخلى عن سردية النصر المطلق والحرب المفتوحة وهو يشعلها كلما رأى أن نارها قد خبت. لذلك تذهب المؤسسة العسكرية إلى مقاربات تقول فيها بأن عليها أن تقدم مثل هذه الرؤية للداخل الإسرائيلي عل وعسى أن تؤلب الداخل الإسرائيلي على نتنياهو، عل وعسى أن تعاظم من الاحتجاجات الداخلية الإسرائيلية بحيث تضبط إيقاع نتنياهو. المنفت لأن يبدو واضح في المشهد اليوم بأنه لا شيء قادر على كبح جمح نتنياهو إلا أن تحدث تحولات في الداخل الإسرائيلي تساهم في أن تمنع هذا الانفلات، ولذلك نرى يعني بعض هذه الخلافات التي تتبدى بين المستوى السياسي من جهة والمستوى العسكري، والتي تأتي في إطار أيضا الخلافات حول المقاربة، حول أهداف الحرب واستراتيجيتها وأولوياتها التي بدأت منذ هذه الحرب ويبدو بأنها مستمرة. إلى متى أو إلى أي مدى يمكن القول إنه القبضة الأمريكية على إسرائيل ضعفت أو غير موجودة في هذه المرحلة الانتقالية في أمريكا؟ ربما إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال علينا أن نذهب إلى واحدة من الخلاصات التي يعني وصلنا إليها بسبب الضربة الإسرائيلية على إيران. واحدة من هذه الخلاصات تقول بأن الولايات المتحدة إن أرادت فعلت، وقد فعلت حينما ضبطت إيقاع الضربة الإسرائيلية بما يتماشى مع المصلحة الأمريكية، بما يتماشى مع ما تريده الولايات المتحدة، وهذا بسبب أن ارتدادات الانفلات الإسرائيلي في مع إيران ليست بذات الأثر لارتدادات الانفلات الإسرائيلي في جغرافيا قريبة من إسرائيل تستطيع فيها إسرائيل أن تقتل وأن تدمر وأن تفعل لوحدها دون الحاجة المباشرة إلى تدخل الولايات المتحدة. الذهاب إلى إيران هذا له تداعيات على مستوى الإقليم والعالم، ولذلك رأينا أن الولايات المتحدة حينما عارضت سدية نتنياهو استطاعت أن تفرض موقفها عليه، لكن الولايات المتحدة يبدو بأنها تريد ما يفعله نتنياهو في داخل قطاع غزة وفي شمال فلسطين المحتلة، هي تريد إضعاف حماس وربما إنهائها، هي تريد أيضا إضعاف حزب الله وربما إنهائه، يعني منعه من التأثير حتى على المشهد السياسي وإضعافه كقوة سياسية في لبنان. لذلك يبدو بأن الولايات المتحدة يعني مصالحها وأهدافها هي ذات الأهداف مع إسرائيل، وإن بدأ بأنها تخالف سردية نتنياهو وسردية الحكومة الإسرائيلية على المستوى الشكلي على المستوى الكلامي، واضح جدا بأن هنالك تقاطع للأهداف، وربما ذهب حتى بعض الإسرائيليين القول بأن ما تقوم به إسرائيل هو من باب المقاولة، هذه دولة مقاولة تقوم بالوكالة عن بعض العمل الوسخ بين هلالين نيابة عن الولايات المتحدة وليس فقط لتحقيق مصالح لإسرائيل. ولذلك القول بأن موقف الولايات المتحدة ضعيف هو يبدو بأنه منقاد، هو يبدو بأنه يتماشى مع الانفلاتات الإسرائيلية، هو يبدو بأنه رجع صدى للنزوات الإسرائيلية، لكن في حقيقة الأمر الولايات المتحدة لو أرادت ستفعل، وهي الدولة الوحيدة في هذه المنظومة الدولية القادرة على كبح جماح نتنياهو، لكنها يبدو بأنها تطلق يد نتنياهو حتى يفعل ما تريده هي، وحتى تشعر في لحظة معينة بأن نتنياهو بدأ يغرق في وحل هذه الحرب ستتدخل الولايات المتحدة لمنعه من الصراع.